لا يتعظ بالكتاب والسنة. İnsan Kur'an'ı kitabı Kur'an'a ham rehber da. فلا واعظ له. ويرت قرطلشتنا يعني خلاص بنتنا. يعني الآن نريد نعظ الناس نعلم الناس. أم وقت غازن غازي إنسانكن إنسانا هينكن. نعلمهم القرآن السنة. القرآن والسنة وانا هينكن. لا يمكن أن نربي الناس على الأناشيد. أم نكرن إنسانا سر إلهيا هينكن نشيدا هينكن. لأن هذه الأناشيد يعني اولا لم تكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم ابنا الهيانا زمان پیغمبر مدا تنبونه واذا اعتاد عليها الانسان ترك القران هركي انسان هينيوان الهيات و قدر يوانا دك قران تركتك نعم عندنا اناشيد منظومات فيها كلام حق وليس فيها موسيقى او الحان راست هنا اناشيد هنا كلامي حقيقي ده هنا ابتدنا موسيقى جهه نتسكي دنيجي